يا مرحبا حياكم الله عند كابر وكبارا في حفل خطلان اليدين اللي تكرم ضيفا يا معشر التجار دام السوق بيع ومشترى عندي بضاعة من يساعدني على تصريفها دام البقا واسمع لا كابر يوم بي اللي ما دارا طيب يا طيب اسمع فعلا شامع واسمها شاهد على تعريفها اسمع شامع وظاهر على تعريفها هات البضاعة كل من له عينه في عينه يارى هات البضاعة كل من له عينه في عينه من بعد شوف العين ما ننشدك عن توصيفها من بعد شوف العين ما ننشدك عن توصيفها صارت نخيل الوادي اللي حولها ظل وذرى أعجاز نخل خاوية ما باقي إلا ليفها سوق القافلة قدامي وتعود وراء ما هو ما يدري الرحلة شتاها ما تشابه صيفها الفرق ما بين الثويا والثرى نبغى نصرفها ولا نقدر على تصريفها نبغى نصرفها ولا نقدر على تصريفها مدري سارح ولا سارع اللي يسوق القافلة ليت الملفات القديمة ما يفكر شيفا ليت الملفات القديمة ما يفكر شيفا العروة الوثقة هي وثق عروة بين العرى بس الحقيقة كلني يحاول على تزييفها أشوف أبو تركي على نهج الحديث المفترى مثل المريضة اللي تجيها العافية ويعيفها أشوف أبو تركي
سكت وسوى ولا وقفت بسرة. روس العرب لازم تحدد شورها من كيفها. روس العرب لازم تحدد شورها من كيفها. إن كان في بالك حديث مشتبه ما ينقرا، تبغى توظف فيه جملة ما يجي توظيفها. تبغى توظف جملة ما يجي توظيفها. بعض العرب تومي بها الدنيا مثل ذيل عشارة. يبغى العرب تومي معه من سيفها لا سيفها. صلى الله وسلم على اللي نام في ثور وحرى، ولا محمد غرفته يرقد تحت تكييفا. العشرة اللي كل منهم بالنعيم بشارة، العالم الله ليت تصنيفك مثل تصنيفها. العالم الله ليت تصنيفك مثل تصنيفها. الشاعر المحظوظ خارج من ذرة داخل ذرة. الشاعر المحظوظ خارج من ذرة داخل. حتى الحياة القاسية مضمون من تكليفها. حتى الحياة القاسية مضمون من تكليفها. من يعرف بريطانيا يعرف حدود انجلترا، ومن يعرف اوروبا عرف باريس وجنيفا. حتى يشيلوا كنافخ صدرك سوات الكبرى. النية السوداء ماني مسؤول عن تنظيفها. النية السوداء ماني مسؤول عن تنظيفها. حتى يشيلوا كنافخ صدرك مذات الكبرى. المسلمين همهم حد الحرم وام القرى. المسلمين همهم حد الحرم وام القرى. واية كتاب الله ما نرضى على تحريفها.